سياسة الإمعان في النيل من الدولة هي السياسة التي تشكل الملمح الأبرز في أداء الميليشيا الإنقلابية التي استولت في غفلة من ضمير على مقدرات اليمنيين ودولتهم. منذ 21 من سبتمبر 2014 تكرست هذه السياسة، ومنذ ذلك التاريخ دخل اليمن منعطفا خطيرا جدا من تاريخه، ومعه سلمت الدولة اليمنية إلى الميليشيا التي لم توفر وسيلة إلا استخدمتها ولا إجراء إلا واتخذته للنيل من هذه الدولة وإخفاء ملامحها الجمهورية وتقويضها كليا كما يجري هذه الأيام. من الجيش إلى الأمن إلى المناصب الإدارية العليا يتصدر أشخاص عديمو الكفاءة والإحساس بالانتماء إلى الوطن، ويمضون في مهمة الهدم التي لم تتوقف منذ سقوط صنعاء. الدولة كما هي الوحدة الوطنية الضحيتان الأبرز لسياسة الهدم الميليشياوية التي تمارس تحت أنظار المجتمعين الإقليمي والدولي، وبإسناد كبير ممن أداروا الدولة بأنانية مفرطة طيلة 3 عقود مضت باسم الجمهورية، لكنهم أوردوها مورد الهلاك منذ اللحظة التي شعروا معها أن هذه الدولة تفلث منهم جراء سياستهم السيئة التي دفعت بالشعب اليمني إلى إنجاز ثورة شعبية سلمية غير مسبوقة من أجل التغيير. على مدى أكثر من 1.5 عام وعملية هدم المؤسسات تمضي بوتيرة عالية، ويغيب أي تصور بناء من أجل دولة قابلة للبقاء، وعوضا عن ذلك تزدحم المدن بالأسواق السوداء وتزدهر تجارة الموت عبر حرب عبثية لا أفق لها، وتمتلئ المعتقلات بالصوت المناهض للإنقلاب ولطيش مغتصبي السلطة ورعونتهم في صنعاء. تنغمس الميليشيا في الحرب، ومعها يتوارى قادتها في الكهوف، وتغيب أي رؤية لها علاقة بالحياة، وتبدو الميليشيا مجرد معول هدم صادئ يهوي على المبنى الوطني وينال منه شيئا فشيئا. وقد ينجح في وأد الدولة والوطن إذا لم يتدارك اليمنيون هذا الخطر، ويمضون قدما في مخطط استعادة الدولة بأي ثمن.